علاقة الملياردير صاحب ومؤسس تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك والمرشح الرئاسي السابق والسيناتور بيرني ساندرز علاقة متوترة منذ زمن، وطالما تشهد توترا تحديدا سجالات بينهما في تويتر في تغريدات حول أمور عدة أبرزها ضريبة الأثرياء، كما تجادل في السابق حول أولوية الاستثمار والذهاب إلى الفضاء أيضا. وخلال الساعات الماضية نشب جدال آخر بينهما مسرحه تويتر، فالسيناتور الذي يتحدث دوما عن وجوب فرض ضرائب إضافية على الأثرياء غرد قائلا: يجب على أصحاب الغنى الفاحش أن يدفعوا نصيبهم من الضرائب، وانتهى. هذه التغريدة يبدو أنها أزعجت الملياردير إيلون ماسك واعتبرها هجوما عليه ليرد ردا على ساندرز، اعتبره كثيرون صادما، حيث قال له ماسك: أنسى أنا على الدوام أنك ما زلت على قيد الحياة. بعد نحو ساعة من هذا الرد عاد ماسك وسأل ساندرز في تغريدة أخرى: هل تريدني أن أبيع المزيد من الأسهم؟ فقط قلها. وذلك في إشارة إلى أسهم شركته تسلا والتي باع من حصته فيها أكثر من 3% بما يزيد على 5 مليارات دولار في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 2016، وقيل إنه قام بها للوفاء بالتزامات ضريبية. بغض النظر عن الرد اللاحق حول بيع الأسهم، كثيرون انتقدوا رد ماسك على ساندرز واعتبروه تجاوزا وإهانة حتى للسيناتور وسخرية من سنه. السيناتور حتى اللحظة لم يرد على تغريدة ماسك، لكن الناشطة المؤيدة لساندرز ميليسا بايرن ردت على تغريدة ماسك مطالبة الناس بعدم شراء أسهم تسلا قائلة: لا تكافئ الرجال العنيفين.